بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم من جديد في حصة أخرى من حصص مادة اللغة العربية في إطار مراجعة محاور المجموعة الثالثة الموسومة بالشعر العمودي. سنقف أعزائي عزيزاتي عند ثالث محور من محاور مجزوءتنا هذه، والحديث هنا عن شعر الغزل. لكن دعونا بداية نذكر أهم المراحل التي سنقف عندها في حصتنا هذه. بداية سنقف عند تذكير عام نذكر من خلاله نذكر من خلاله أبرز المعطيات المعرفية المتعلقة بمجزوءتنا. ثم بعد ذلك سنقف عند قصيدتنا لنلاحظها ونفهمها ونحللها ونصل ختاما إلى مرحلة التركيب والتقويم. ومن باب التذكير أعزائي عزيزاتي، تذكروا معي المعطيات الآتية. وقفتم في هذه المجزوءة عند مفهوم الشعر، ورأيتم أن الشعر كلام موزون مقفى دال على معنى، وتبينتم أن هذا التعريف في عمقه تعريف قاصر، لذلك وجب أن نضيف إليه شرطا آخر، والحديث هنا عن التخيل الذي يتجلى أساسا في ما يسمى التصوير الشعري من تشبيه واستعارة ومجاز ورمز وأسطورة وكناية وما يجري مجرى ذلك من الإيحاءات والاندياحات وغير ذلك. أعزائي، دعونا أيضا نتذكر المعطى الآتي. ماذا نقصد بالغزل؟ تأملوا، إن الغزل في حده الأدنى هو التحدث عن النساء ووصف ما يجده الشاعر خيالهن من طبابة وشوق وهيام، وقد طغى هذا الغرض على الشعراء فأصبحوا يسطرون قصائدهم بالغزل لما فيه من تنشيط للشاعر واندفاعه في قول الشعر، ولما فيه من تنشيط للمستمع لسماع القصيدة. وإذا كان بعض الشعراء يعبرون عن لوعتهم وحبهم في أبيات تصور هلجة النفس وتأثرها بالحب، فإن عددا من الشعراء يتعدون ذلك إلى وصف المرأة وصفا كاملا، ويصفون وجهها وعينيها وقوامها ورقبتها وما يجري مجرى ذلك. ومن هؤلاء الأعشى وامرؤ قيس وجميل قتينة وقيس بن ذريع وقيس بن الملوح والعباس بن الأحنف ومن تقيلهم من الشعراء. أعزائي، أيضا في باب الغزل يمكن التمييز بين الغزل العذري والغزل الفاحشي، وأعتقد أنه ما وصلنا شيء من الغزل الفاحشي. أما الغزل العذري فما أكثره في الأدب العربي. تأمل أعزائي عزيزاتي، أول مرحلة وجب الوقوف عندها هي مرحلة الملاحظة. وهنا أعزائي المطلوب منكم أن تتأملوا بعض المشيرات الخارجية والداخلية بغية بناء سياق عام للقصيدة، وبغية أيضا الوقوف عند سياق القصيدة الخاص، وذلك من أجل بناء فرضية سليمة لقراءة النص. أول معطى وجب أن نقف عنده
هو الشكل الهندسي لنصنا اليوم. ثاني عنصرين عنوان قصيدة. ثالث عنصرين البيت الأول. والرابع عنصرين البيت الخامس. فتأملوا أعزائي عزيزاتي، يمكنكم أن تختاروا مجرات أخرى غير هذه لبناء فرضية سليمة. اخترت هذه المجرات فقط لأهميتها ولدلالتها على ما نريد أن نصل إليه. تأملوا معي أعزائي عزيزاتي، هذه قصيدتنا فلنتأملها. دعونا بداية نتأمل شكلها الهندسي. تأملوا أعزائي، لاحظوا أن قصيدتنا هذه موسومة أولا بعنوان مؤداه صريع الحب، وتأملوا أنها من حيث الشكل تتأسس على ما يسمى نظام البيت الشعري. نظام البيت الشعري يتأسس بنيويا على نظام الشطرين، فهذا شطر أول وهذا شطر ثاني. يسمى هذا صدرا ويسمى هذا عجزا. فتأملوا، لاحظوا أيضا أن الراوي هنا، والراوي هو الحرف الأخير في القصيدة باستثناء الواو والياء والألف، فحروف العلة لا تصلح لتكون راويا إلا بمسوغات أخرى لا يسع المقام هنا لذكرها. إذا فالراوي هنا أعزائي عزيزاتي ليس هو الياء فهذا وصل وليس راويا، الراوي هنا هو الراء، ولاحظوا أنه يتكرر في القصيدة كلها من أول بيت في القصيدة إلى آخر بيت. صدري الجمر نهري الحشر. فتأملوا هذه المنشرات أعزائي عزيزاتي، الشكل العمودي المؤسس على نظام البيت ونظام الشطرين المتنظرين والروي الموحد. هذه العناصر كلها يمكن أن نؤسس بناء عليها قولنا الآتي: إن نصنا من باب الجزم هذه المرة قصيدة شعرية من الشعر العمودي. ويقابل الشعر العمودي ما وقفتم عنده في المجزوءة الرابعة والحديث هنا عن الشعر الحر أو شعر التفعيل. عنوان قصيدتنا دعونا نقف عنده والحديث هنا عن صريع الحب. فتأملوا، دعونا بداية نقف عند ترتيبيا. عنواننا طبعا عبارة عن مركب إضافي مضاف ومضاف إليه. صريع مضاف، الحب مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على أخره. من الناحية الدلالية يتكون عنواننا من كلمتين اثنتين: الصريع صريع من الصريع إذا أردنا أن نعرفه، والصريع في اللغة المجد قتلى. أما الهوى فدرجة من درجات الحب، وهناك درجات يمكنكم البحث عنها أعزائي عزيزاتي. إذا صريع الحب صريعنا ما قتل قتلا ماديا، بل قتل قتلا معنويا، لأن الحب هنا يحمل صفات معنوية، ويبدو بأن الطابع السلبي هو الذي يطغى في عنواننا هذا ما دامت النتيجة موتا لا حياة. فتنبهوا،
في بيت القصيدة الأول دعونا نعود إليه عزتي عزيزاتي، يقول شاعرنا: أقول لأصحابي وقد طلبوا الصلة، تعالوا اصطلوا إن خفتم القر من صدري. تأملوا، الصلة في اللغة هو الدفء، والقر في اللغة هو البرد الشديد. فلاحظوا أن شاعرنا يخاطب أصحابه ويدعوهم إلى الاحتماء به من شدة البرد. ما السبب؟ ربما شدة الحب، ربما شدة العشق، ربما شدة الهيام، شدة المعاناة، شدة الألم، حرارة العذاب. هناك كثير من المعطيات التي يمكن أن نريدها هنا. وفي البيت الخامس سألوا فقالوا: ولم هذا؟ فقلت: من الهوى. فقالوا: لحاك الله، أي قبحك الله. قلت: اسمعوا عذري. فلا شك أن شاعرنا هنا سيحدثنا عن سر هذا الدفء وهذه الحرارة الشديدة جدا التي يشعر بها، ويبدو فعلا بأنها حرارة عذاب وحرارة معاناة وحرارة حزن وألم، وليست حرارة اطمئنان. فتأمل عزيزات عزيزاتي. إذا البيت الأول يخاطب الشاعر فيه أصحابه بأن يجتمعوا حوله طلبا للدفء. أما البيت الخامس فيقر الشاعر فيه بأنه يلتهب حبا وعشقا. فتنبهوا أعزائي عزيزاتي، دعونا الآن استنادا إلى هذه المعطيات التي وقفنا عندها، استنادا إلى هذه المشكلات التي تأملناها الآن، يمكننا من باب الافتراض أن نقول إن تلك المشكلات، من خلال تلك المشكلات عفوا، نتوقع أن قصيدتنا لن تخرج عن سياق الغزل، ونتوقع أنها تتصف المعاناة التي يشعر بها الشاعر جراء العشق والهوى. لما سألوه: ولم هذا؟ قال لهم: من الهوى. فقال: رحاك الله. ثم سيأتي بذكر الأسباب التي جعلته يغرق في هذا العشق وهذا الهوى، دعونا نتعرف عليها. تأملوا أعزائي عزيزاتي، صريع الحب. أقول لأصحابي وقد طلبوا الصلة، تعالوا اصطلوا إن خفتم القر من صدري، فإن لهيب النار بين جوانحي إذا بكرت ليلى أحر من الجمر. فقالوا: نريد الماء نسقي ونستقي. فقلت: تعالوا فاستقوا الماء من نهري. فقالوا: وأين النهر؟ قلت: مدامعي سيغنيكم دمع الجفون عن الحفر. فقالوا: وين هذا؟ فقلت: من الهوى. فقالوا: لحاك الله. قلت: اسمعوا عذري. ألم تعرفوا وجها لليلى شعاعه إذا خرجت يغني عن الشمس والبدر؟ مبتلة مبتلة هيفاء مهضومة الحشا، موردة الخدين واضحة الصدر. فقالوا: أمجنون؟ فقلت: موسوس أخوه بظهر البيد حفرا إلى قفري. فلا ملك الموت المريح يريحني، ولا أنا ذو عيش، ولا أنا ذو صبر. أبيت صريع الحب مزنا من الهوى، وأصبح منزوع الفؤاد من الصبر. مناية عيني، مناية عيني في الهوى متعلقا، فقد مت إلا أنني لم يزر قبري. عليك سلام الله يا بارك المنى وقاتلتي
حتى القيامة والحشر. هذه أعزائي عزيزاتي قصيدتنا، ويبدو أنها مشبعة فعلا بالألم والمعاناة. في بداية القصيدة يقر شاعرنا بأنه يهيم حبا من أجل ليلى، بأنه يتعذب فعلا بسبب عشقه وهيامه لليلى. أقول لأصحابي، يخاطب أصحابه لما شعروا بالبرد الشديد، قال لهم: تعالوا واصطفوا حولي، فإن لهيب القلب مشتعل ويكفي لإدفائكم جميعا. فسألوه: من أين أتى هذا اللهيب؟ فقال لهم: فإن لهيب النار بين جوانحي، متى إذا ذكرت ليلى أحر من الجمر. ثم طلب أصحابه الماء ليشربوا، فقال لهم فقالوا: نريد الماء نسقي ونستقي. فقلت: تعالوا فاستقوا الماء من نهري. ومن أين سيأتيهم شاعرنا بالماء أعزائي عزيزاتي؟ تأملوا ما قاله في البيت الرابع، فقالوا: وأين النهر؟ قلت: مدامعي. الدمع، لماذا؟ من أين أتى هذا الدمع أعزائي؟ إنه من شدة العذاب والعشق، من شدة المعاناة، معاناة العشق والهيام والحب. فقالوا: وأين النهر؟ قلت: مدامعي. مدامعي ستغنيكم، سيغنيكم دمع الجفون عن الحفر. فقالوا: ولم هذا؟ أجابهم بصدق من الهوى، فقالوا: لحاك الله، قبحك الله يا قيس. فتأملوا، فشرع في تعداد الأعذار التي تسوغ لهم حبه وعشقه الكبير لليلى، فشرع في وصفها وشبهها بالشمس والبدر. ثم أورد مجموعة من الصفات الخاصة بليلى: مبتلة، ظاهرة، هيفاء، مهضومة الحشا. مهضومة الحشا يعني أن ليس لها بطن بارد، موردة الخدين، خداها موردان كأنهما الورد، واضحة الصغر، والصغر في اللغة الفهم، عفوا الفم. ثم لاحظوا أعزائي عزيزاتي أن شاعرنا يعبر فعلا عن معاناته وحزنه وألمه جراء هذا الحب، وجراء البين وبعد ليلى. فقال في البيت العاشر: أبيت صارع الحب مدمن من الهوى، وأصبح منزوع الفؤاد من الصبر. ما استطاع شاعرنا أن يصبر أكثر من هذا، فقد نزع الصبر من قلبه، وأصبح منزوع الفؤاد، أو نزع قلبه جملة وتفصيلا، ويتمنى فقط: منايا دعيني في الهوى متعلقا، ما عدت أريد شيئا، أريد فقط أن أظل متعلقا بهذا الحب، كأنه يريد العذاب، كأنه يريد أن يتعذب، كأن شاعرنا أصبح يجد لذة في العذاب، في هذه المعاناة، وفي هذا الألم. ختاما قال: عليك سلام الله يا غاية الهنا وقافلتي حتى القيامة والحشر. هذه المعاني أعزائي عزيزاتي يمكن إجمالها وتكثيفها في المعطى الآتي. لنقول: يصف الشاعر في قصيدته هذه المعاناة التي يحس بها جراء حبه لليلى، فكان يشعر بالنار تلتهب في جسده، وهي نار تكفي لتدفئ أصحابه الذين اشتكوا من القر. وقد لام الأصحاب شاعرنا لما أخبرهم بأنه يعشق ليلى، لذلك شرع في وصفها متمنيا وصفها، ثم تمنى الموت بعد ذلك لأن قلبه قد نزع منه الصبر، فما عاد يستطيع صبرا. كل هذا يدفعنا للجزم بأن قصيدتنا فعلا بنيت على غرض الغزل. دعونا الآن أعزائي عزيزاتي
نتوجه إلى مرحلة التحليل، وأول خطوة وجب الوقوف عندها هي خطوة المعجم. وإذا رجعنا إلى قصيدتنا فسنجد أنها بنيت على حقلين دلاليين، أولهما حقل الطبيعة وثانيهما حقل الذات. طبعا هذه العبارات هنا من باب التمثيل، يمكنكم البحث عن ألفاظ أخرى وعبارات أخرى تؤكد ورودها بين الحقلين. طبعا من الكلمات والعبارات التي دلت على حقل الطبيعة الجمر، الماء، النهر، البدر، الشمس. أما حقل الذات فدلت عليه هذه الألفاظ والعبارات. أقول أصحابي صدري أطوف، وما أكثر العبارات والألفاظ التي تدل على ذات الشاعر ومعاناتها. طبعا العلاقة التي تربط بين الحقلين هي علاقة تكامل وانتجام، لأن الشاعر ما عمد إلى عناصر الطبيعة إلا ليعبر عن ذاته ومعاناتها. فتأملوا أعزائي عن الذات. ثاني خطوة من خطوات التحليل الصور الشعرية، هي مرحلة مهمة جدا في الشعر، لأن الشعر أولا وآخرا يتأسس في عمقه على منطق التصوير الشعري، والحديث هنا عن التشبيه والاستعارة والمجاز والرمز والأسطورة. ويكفينا هنا أعزائي عزيزاتي أن نقف عند التشبيه والاستعارة، تأملوا معي قول شاعرنا. لاحظوا معي أعزائي عزيزاتي أنه في البيت الرابع، في البيت الرابع من القصيدة شبه شاعرنا مدامعه حين قال سأل أصحابه عن الماء ليشربوا، فقال لهم تعالوا فاستقوا من مدامعي. فشبه مدامعه أعزائي عزيزاتي بالنهر، والأداة هنا محذوفة ما ذكر في البيت. أما وجه الشبه فمحذوف أيضا وما ذكر لفظا في بيت قصيدتنا. ما دام هذا محذوف وهذا محذوف أيضا فحسبنا أن نقول هنا إن التشبيه بليغ طبعا، أو يمكن أن نقول إنه تشبيه مؤكد مجمل، مؤكد مجمل، مؤكد لحذف الأداة ومجمل لحذف وجه الشبه. بقي أعزائي هنا في الصور الشعرية أن نقف عند الاستعارة، ولا يمكن فهم الاستعارة إلا بفهم التشبيه، لأن الاستعارة في عمقها تشبيه حذف أحد طرفين. وحسبكم أن تعلموا أن المستعار له يوازي ما يسمى بالتشبيه المشبه، أما المستعار منه فيوازي ما يسمى المشبه به، لكن في الاستعارة وجب أن يحذف أحدهما، لا يجب أن يذكر معه. فتأملوا حين يقول شاعرنا ظهر البيض، فالبيض أي الصحراء أو القفار والقفر، لا ظهر لا، الظهر للإنسان. فلاحظوا أعزائي عزيزاتي أن البيض هنا شبهت بالإنسان، ولكن الإنسان ما ذكر، يعني أن المستعار منه هنا محذوف. دائما العلاقة الجامعة بين المستعارين والمستعارين قائمة على المشابهة، أما القرينة فتتجلى في كلمة الظهر، والقرينة كما تعلمون هي الدليل الذي يدلنا على المحذوف. هذا الدليل قد يذكر لفظا ونسميه قرينة لفظية أو قرينة هذه، وقد يكون دليلا سياقيا لا يذكر لفظا وإنما يفهم من سياق الجملة. فوجب أن نفرق وأن نميز بين القرينتين اللفظية والسياقية. بقي أن نحدد نوع الاستعارة. تأملوا من خلال هذا العنصر نحدد نوع الاستعارة، يكفيكم فقط أن تنظروا إلى هذا. فإذا ذكر فالاستعارة تصريحية، وإذا حذف فالاستعارة متنية. فتأملوا، مذكور هذا أم محذوف؟ هو بالضرورة محذوف هنا، فوجب أن نجزم بأن استعارتنا هذه استعارة متنية. دعونا الآن أعزائي عزيزاتي نقف عند ثالث خطوة من خطوات التحليل، والحديث هنا عن المحسنات البديعية. وحين نقول محسنات بديعية فنحن نقصد السجع والجناس والطباق والمقابلة والاقتباس، وكلها محسنات تضيف جمالية إيقاعية إلى القصيدة الشعرية. وحسبنا هنا أن نقف أعزائي عند قول شاعرنا. أقول لأصحابي وقد طلبوا الصلة،
تعالوا اصطلوا إن خفتم القرى من صدري. فتأملوا أعزائي عزيزاتي أن هذا البيت تضمن محسن البديهية من هذه المحسنات. تأملوا جيدا بيتنا الشعري، أقول لأصحابي وقد طلبوا الصلة: تعالوا اصطلوا إن خفتم القرى من صدري. فلاحظوا أعزائي عزيزاتي أن شاعرنا هنا عمد إلى الطباق. كيف ذلك؟ تأملوا كلمة الصلة وكلمة القر. قلنا بأن الصلة لغة هو الدفء، والقر في اللغة هو البرد الشديد. إذن فقد اجتمع المتضادان، والجمع بين المتضادين يعني أن هناك طباقا في البيت، والطباق يقتضي بالضرورة طرفين. قد يكون الطرف الأول مثبتا والثاني مثبت، ويمكن أن يكون أحدهما منفيا. لأننا درسنا بأن الطباق نوعان، طباق إيجابي يقتضي بالضرورة طرفين مثبتين، وطباق سلبي يقتضي بالضرورة طرفا منفيا. فتأملوا أعزائي عزيزاتي أن الطرفين هنا مثبتين، فوجب أن نقول هنا إن الطباق طباق إيجابي. وحسبنا من باب بيان وظيفة هذه المحسنات أن نقول إنها تخلق موسيقى داخلية في القصيدة تثير انتباه القارئ وتنذره قلبا. آخر مرحلة في التحليل هي اللغة والأساليب، لغة القصيدة وأسلوب القصيدة. المقام مقام شعر، ولغة الشعر بداية ونهاية اللغة إيحاء، وإن حضر فيها التقرير فهي في النهاية لغة إيحاء. فتأمل بذلك تتعدد دلالات الأبيات، فيمكنني أن أقدم دلالات لهذا البيت، ويمكن لآخر أن أقدم دلالة أخرى مختلفة. فهذا هو الإيحاء، تتغير الدلالات وتختلف من مؤول إلى مؤول وهكذا. لغة قصيدتنا لغة سهلة المأخذ ويغلب عليه الإيحاء، قلنا هذا ثلاثة. أما أسلوب القصيدة فنسجل مزاوجة بين الأسلوبين الخبري والإنشائي. طبعا الأسلوب الإنشائي له مجموعة من السيغ، منها الأمر والنداء والتمني والترجي والاستفهام والمدح والذم وغيرها من الأساليب، وقد ذكر بعضها هنا، والحديث هنا عن الاستفهام والأمر. طبعا هذه الأساليب أعزائي عزيزاتي تلعب وظيفة تعبيرية تتجلى في تمكين الشاعر من التعبير عن آلامه وعذاباته. أخيرا أعزائي، بقي أن نقف عند مرحلة التركيب. تأملوا، لا بد من احترام هذه الخطوات المهمة جدا في صياغة التركيب: تحديد نوع النص، تكتيب مضمون النص، الإشارة إلى الحقول الدلالية، الإشارة إلى بعض الخصائص الفنية، ثم لا تنسوا أن تعبروا عن موقفكم الشخصي. كأن نقول إجمالا بسرعة إن النص عبارة عن قصيدة شعرية من الشعر العندي للشاعر قيس بن ملوح، عبر فيها عن معاناته جراء حبه لليلى وبعدها عنه. لبيان ذلك وظف معجما توزع الفاظه على حقلين ليليين، هما حقل الذات وحقل الطبيعه. وظف ايضا شاعرنا جمله من الصور الشعريه وفي مقدمه الاستعاره والتشبيه. ايضا وظف لغه سهله المأخذ وزوج بين الاسلوب الخبري والانشائي. اما مواقفنا فمتعدده والباب مفتوح لكم اعزائي عزيزاتي. شكرا لكم، القاكم في الحصه القادمه. تحياتي.